أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج، والتسهيلات الكثيرة التي توفرها لهم، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الحج السعودية حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. جاء ذلك في لقاء جمع عمادي مع نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط في مقر وزارة الحج السعودية بمكة المكرمة، حيث تم التطرق إلى العديد من الموضوعات في مجال الحج والعمرة. وأضاف عمادي أن المملكة وفرت كل شيء للحجاج وشحذت كل طاقاتها وجهودها وجهود أبنائها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.